بسم الله الرحمن الرحيم. أشرف بلقاء فضيلتكم بهذه المناسبة الكريمة. اسمي عبد الرزاق مرزوق، أستاذ دكتور بجامعة القاضي عياض بمدينة مراكش من المغرب. حضرنا المؤتمر لأجل المشاركة في نسخته الثالثة، ويعني المناسبة غاية في القيمة لأنها تتناول موضوعا الباحثون في التراث العربي وفي مجال المخطوطات العربية الإسلامية بحاجة ماسة إليه، وهو النظر في رحلة المخطوطات العربية عبر إسبانيا وإيطاليا. موضوعي يعني يتناول أوائل المخطوطات العربية التي طبعت في إسبانيا، وهو عبارة عن قراءة عارضة على نحو من الإيجاز لتلك المخطوطات. والباحثون اليوم يجب أن تتوجه أنظارهم من الآن إلى هذا المؤتمر لينتفعوا بكل كلمة فيه، لأن كل مشاركة تستطيع أن تؤسس لبنة جديدة في صرح عناية الباحثين في التراث بالمخطوطات العربية والتراث العربي المجيد. فهي فرصة لأن نفخر ونعتز بهذا التراث، ونعامل مخطوطاتنا كأنها جسور نعبر من خلالها إلى أسلافنا، ننتفع بأعلامهم ونعرف شخصياتهم ونعرف مناهج تعاملهم مع المعرفة عامة، لعلنا نستفيد إن شاء الله. وشكرا جزيلا لكم. My name is Eduardo Manzano Moreno and I'm a research professor at the Consejo Superior de Investigaciones Científicas in Madrid. I am also a British Academy Global Professor at the University of St. Andrews in United Kingdom. And I have come to this conference to give a paper on Arab poetry in Al-Andalus and its role as a marker of social change in Al-Andalus during the 8th and 9th centuries. And this is why I'm here today. Now, the interest of this conference is that it brings together scholars from many different parts of the world, and scholars from many different Arab countries, but also from European countries as well, particularly Spain and Italy. And it's been a tremendous effort which has been done in order to promote an event like this, which is not so usual in our days. And one of the great outcomes of this conference could be that there is an increasing understanding between our scholar communities that really need to get in touch. For me, it's very exciting to come here to Abu Dhabi and to meet some Arab scholars who have been doing a tremendous work editing Arab texts from Al-Andalus in the last years, and also to exchange ideas with them. Because in the last 3 decades, we have seen an enormous amount of new work done in Al-Andalus, and conferences like this are giving us the possibility of exchanging ideas, new information, and new paths of research for the future. أنا أيمن ميدان، أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة، وأشارك اليوم بمنتهى السعادة في هذا الملتقى العلمي الراقي الذي يؤكد أن أبو ظبي دائما ستكون ساحل يجمعنا لنحدث نوعا من التواصل مع الآخر، وهذا أمر جيد جدا أن نلتقي اليوم من ألمانيا ومن إسبانيا ومن إيطاليا ومن مصر ومن كل الدول العربية. هذا تجمع علمي يحرك الحركة الثقافية في الإمارات. أنا أشارك ببحث عن أثر الأدب العربي ممثلا في المقامات في القصص البيكاريسك، اللي هو قصص الشطار أو الاحتيال في الأدب الإسباني، والذي يعد نواة للأدب الإسباني الحديث والأدب الأوروبي أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المؤتمر الثالث الذي أحضره في أبو ظبي، والذي يعنى بالمخطوطات العربية،
ودور أبو ظبي مشهود حقيقة في العناية بالتراث العربي الإسلامي، وهذه ليست مستبعدة عن حكام هذا البلد الذين يعنون عناية خاصة بالحفاظ على التراث العربي الإسلامي ومن ضمنها المخطوطات. هذا المؤتمر هو المؤتمر الثالث، وأنا سعيد في حضور هذا المؤتمر، وقد قدمت بحثاً عن ابن خير الإشبيلي ودوره في بيان المخطوطات العربية المنتقلة من المشرق إلى بلاد الأندلس والمغرب العربي. وحقيقة هذا المؤتمر إضافة إلى البحث الذي أقدمه فهو لقاء بالباحثين والعلماء الذين نحن سعداء بالالتقاء بهم، وأنا من الذين عنوا من أكثر من 60 عاما بالمخطوطات العربية، وبحمد الله قد نشرت أكثر من 350 مجلدا من المخطوطات المعروفة يعني في ذلك الوقت. ويسعدني حقيقة أن أحضر هذا المؤتمر وأستفيد وأفيد إن شاء الله في هذا الجانب. دكتور صلاح جرار من الأردن، أنا أستاذ بالجامعة الأردنية وأستاذ بجامعة الشارقة، تقاعدت يعني قبل قليل من جامعة الشارقة ومن الجامعة الأردنية، لكنني ما زلت أعمل في مجال الثقافة ومجال الدراسات الأدبية والأندلسية والتراثية والمخطوطات، لعناية كبيرة بالمخطوطات. هذه هي المرة الثانية التي أشارك فيها بهذا المؤتمر، مؤتمر المخطوطات. شاركت في المرة السابقة قبل 3 سنوات تقريبا هنا، وكان لي كتاب صدر عن دائرة الثقافة والسياحة اسمه جوانب منسية من الحضارة الأندلسية. شكرا لدائرة الثقافة والسياحة، وشكرا للمركز مركز أبو ظبي للغة العربية على نشر الكتاب. هذه المرة أيضا نشر لي كتاب قمت بتحقيقه، هو مخطوط قمت بتحقيقه أنا والدكتور بشار عواد، اسمه عرائس الأدب لابن سعيد الأندلسي، ونتمنى أيضا أن هذا الكتاب يوزع في هذا المؤتمر. على أي حال، مشاركتي أيضا في هذا المؤتمر ستكون من خلال محاضرة عن ترجمة المخطوطات العربية إلى اللغة الإسبانية. هناك الكثير من المخطوطات العربية الأندلسية التي ترجمت إلى اللغة الإسبانية، وقد بدأ مجموعة كبيرة من المستعربين الإسبان، وأنا يعني أحب أن أستخدم مصطلح المستعربين الإسبان بدل من المستشرقين، لأن كلمة الاستشراق أحيانا لها أبعاد إيجابية وأبعاد سلبية، لكن كلمة المستعربين والتي يرغب المستعربون الإسبان باستخدامها أنا أحب أن أستخدمها أيضا، لما لهؤلاء المستعربين من دور في تحقيق تراثنا العربي الأندلسي في مختلف المجالات، في الأدب وفي التاريخ وفي الفلسفة وفي الطب وغير ذلك. سأتحدث عن ترجمة المخطوطات العربية الأندلسية إلى اللغة الإسبانية، وهناك جهود كبيرة قام بها هؤلاء المستعربون يستحقون عليها الشكر، كما يستحق مركز أبو ظبي للغة العربية ودائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي الشكر والتقدير على هذه الجهود المهمة، وخاصة في العناية بالمخطوطات وصيانتها ورعايتها ونشرها وتحقيقها وجمعها وفهرستها، فهو جهد يعني العناية بالهوية العربية، لأن جذورنا العربية وجذور هويتنا العربية موجودة في هذه المخطوطات.